والسلام الله عليكم أينما كنتم، تحية مجددة دائما وأبدا معكم. تكون كبيرة في انتظار انطلاق الموسم، كرة فيها محاولة خطيرة ملعوبة عرضية، الكرة ماسي ماليانو إليغري يروح يتم إلى النهاية، جاء القرار بتوقيع العقد، كرة فيها محاولة ملعوبة تسديدة قوية للتصديات من أبياتي. لكن قبل ذلك كان حاضرا بشكل متميز جدا في الموسم قبل الماضي، كرة فيها محاولة ملعوبة عرضية في اللقطة الماضية تصطدم تتحول إلى خارج المباراة. اليوم واحد من الأسماء التي تسجل حضورا متميز جدا في خط الوسط، كرة فيها تسديدة موجودة، أبياتي أكثر تهديدا، أبياتي أكثر اختبارا، فرصة فيها محاولة ملعوبة تسديدة من فيغولي، لكن سفيان يوفنتوس وميلان، لكن بسبب يعني انسحاب الانتر في هذه النسخة شارك نادي ساسولو الصاعد الحديد، كرة فيها محاولة ملعوبة الآن، فرصة لأول أهداف في المباراة، طالت الكرة الماضية تمريرة لم تكن بش... ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لمصلحة الميلان، ومن خلال المحاولة الماضية ميلان يكسب ركلة جزاء في الدقيقة رقم 19. شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف التقدم، بأن يتكرر سيناريو يوفنتوس عندما تصدى ستراسر، كرة فيها محاولة ملعوبة روبينيو، لا 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 لا، خلاص لا عاد يسدد، لا عاد يسدد. من المسلمات في كرة القدم، من المسلمات في كرة القدم، ماريو بالوتيلي لا يضيع ركلة جزاء في البريمية المسجلة من خلال هذا اللقاء هنا في هذا اللقاء الودي. بالمناسبة المباراة تقام في إطار بطولة، راح أتحدث عنها بشكل تفصيلي. روبينيو جول، جول، يأتي الرد سريعا من ابن السامبا بعد إضاعته لركلة الجزاء، يضع الكرة الماضية في الشباك ليعلن التقدم لمصلحة الميلان، ليعلن التقدم لمصلحة الميلان بهدف مقابل لا شيء، ما سدد، لكن بعد ذلك عاد سجل. شفت، يا سلام يا سلام يا بولي، يا سلام يا بولي، اوه تسبب بركلة الجزاء، قال له ما سجل، خذ يا روبينيو هذه تمريرة وياني وياك ما تسجلها، يضعها روبينيو في الشباك ليعلن التقدم الآن لمصلحة البرازيلي. روبينيو يبدأ من خلالها محاولة مرتدة جديدة لمصلحة الميلان، نعم الأفضلية لفالنسيا، لكن الأمور في أرضية الملعب، فيها هدف، فيها فرصة للتعديل، لاعب ميلاني في أرضية الملعب. شوف جماعة لاعبي الميلان كلهم ربما إلى سفيان فيغولي أو يتوجهون إلى البرتغالي. روبينيو خطأ في اللقطة الماضية، أو هو أبعد الكرة، هو أبعد الكرة، يعني ميلان الأساطير التي لعبت لمن، لن نتحدث عن الزمن القديم ثمانينيات وتسعينيات أو ثمانينيات سبعينيات القرن الماضي، لكن عموم الكرة فيها محاولة، فرصة لمصلحة فالنسيا في غولي سفيان، يا سلام فالنسيا جيد. عموم الركنية موجودة الآن لمصلحة ميلان، ملعوبة المحاولة في منطقة الجزاء، الصافرة موجودة، يا سلام يا بواتينغ، لكن قبل ذلك الصافرة تأتي والخطأ يأتي على المتقدم بونيرا المتقدم في الكرة الماضية، في عليه خطأ جاء لمصلحة فويغو لاعب خط الوسط في تشكيلة نادي فالنسيا. بعد ذلك ميركل انتقل، كرة فيها محاولة ملعوبة إيمانويلسن بالجهات اليمنى، البحث عن العرضية، تأتي العرضية، ركلة جزاء أخرى، حكم يشير بالاستمرارية، محاولة تأتي لبرنس باتي، كرة فيها تسديد، يا سلام، في اللقطة الماضية واحد من الأهداف الخرافية بتسديدة جاءت في غاية الروعة عن طريق الهولندي ديونج، يضع الكرة بخبرة الطواحين في شباك الحارس غوايتا ليعلن التقدم بهدفين نظيفين. ديونج، ياه، كرة القدم عقل، كرة القدم عقل. شوف الكرة الماضية، اوه ركلة جزاء واضحة، حكم المباراة تردد في احتساب ركلة الجزاء، تردد في احتساب ركلة الجزاء، لكن بعد ذلك شوف يا لروعة التعامل في الكرة الماضية، برنس يهيئها إلى ديونج، يضعها بشكل في غاترة، تهتز شباك غوايتا إلى خارج أرضية الملعب.
ثنائي هولندي free kick which was maybe a foot or so wide of Wijnaldum's goal. كان حاضرا بشكل جيد في شوط المباراة الأول. تعود المحاولة الآن لمصلحة رامي. السلام تسديدة إلى خارج أرض مصر. بوتينج يلعب كرة إلى البديل في الشوط. هذا كونستانت الغين مرور تدخل كرة محاولة مستمرة عرضية إلى خارج أرض سفيان فاغولي. هو الآخر يقدم أداء جيد. الكرة فيها محاولة ملعوبة فرصة ركلة جزاء. هو الرجل الذي سقط في أرضية الملعب وبالتالي عادة المحاولة. يا سلام يا سلام فرصة محاولة مبكرا شوف الكرة يضرب دفاع الملعب تصل الكرة إلى الكسير جوناسيو بشكل رائع تصل بعد ذلك إلى لكن مباشرة اللاعب الهولندي ديونغ أم إيمان ويلسون. إيمان ويلسون أعتقد ملعوبة الكرة خطيرة. يا سلام دييغو ألفيس يتألق في اللقطة الماضية. حارس يكون حاضر بركنية الآن على يسار دييغو ألفيس. ملعوبة المحاولة بتسديدة من ميكسيس لكن إلى خارج أرضية ملعب كرة فيليب ميكسيس الأمريكية من أجل أن يكون حاضرا في مواجهة الفائز من مباراة إنتر تشيلسي أو الخاسر من إنتر تشيلسي. كرة فيها محاولة خطيرة في هذا اللقاء. كرة فيها محاولة ملعوبة بنيجا يسدد لكن كرة أو أقل من ذلك يعني كما تشير الصفقة التي يطلب فيها النادي الروسي قرابة 4 ملايين يورو لكن ميلان يبغي يدفع 3.5 مليون على نص مليون. برلسكوني قاعد يتصل لسوفيا فاغولي عرضية في منطقة الجزاء. فاغولي بكرة فيها تسديدة بنفس الطريقة التي سجل فيها ميلان في شوط المباراة الأول. تصطدم في العارضة يتحرك معها المستايا في اللقطة الماضية. شوف الكرة يا سلام يا سلام تسديدة في غاية الروعة في غاية أكون مشاهدا من الدرجة الأولى للأهداف التي تدخل في شباك الميلان وبالتالي يعني صعب يكون نادي المدوية والإدارة التي بدأت تنفق الأموال من أجل التعاقدات. كرة فيها محاولة جابرييل يتصدى كأنه بردة فعل يبعث برسالة في اللقطة الماضية على أنه يستحق بأن يكون في الميلان. شوف الكرة لكن مين أفضل حارس برازيلي حارس الميلان بقوة الكبيرة الموجودة ما بين ريال وبرشلونة وبقية الأندية الإسبانية. فرصة للتعديل هو يا جابرييل. هذه المحاولة الخطيرة الماضية لمصلحة فالنسيا لكن جابرييل يتصدى. حارس مرمى صغير 20 سنة شوف بنية الجسمانية بنية لفالنسيا من أجل العودة إلى أحداث اللقاء. فرصة لين على مشارف المنطقة ملعوبة خطيرة فرصة للتعديل. تأتي المحاولة لا زالت تسديدة كرة فالنسيا أن يعود في اللحظات الأخيرة. كاد فالنسيا أن يعود وصلت في الجهة اليسرى برنت هيا كرة وفي المحاولة الماضية المحاولات مستمرة. برنت يبحث عن كرة عرضية يزال يسلم يتلاعب خلص عدنا على الأقل تقدير يعني 15 تبديل في المباراة وبالتالي الأمور حاضرة. كرة فيها جول أخرى من جوناثان. هذا فالنسيا ماذا لو كان سولدادو حاضرا في مباراة اليوم ماذا لو كان سولدادو حاضرا. والأمور بعد ذلك في شوط المباراة الثاني كان فيه هدف جميل جدا أيضا لمصلحة نادي فالنسيا عن طريق باريخو. حكم يطلق صافرة ميلان في انتظار